سادتي وأحبتي، وصلنا وإياكم إلى بغداد، ومنها المشترك أحمد الداوودي. طبعا محضر من التراث الباسمي قصيدة بأي ذنب دمي جرى، والمدربين يعني أيدوا اختياري للقصيدة، لأن القصيدة مليئة باللحنا وكلاما وأداء. كل قصيدة يتم اختيارها أو تلحينها تعرض أكيدا على المدربين، فهم أكيد يبدون آراءهم أنه موالمة لخامة صوتنا أم لا، فهم أكيد سمعوا القصيدة من عندي ووافقوني. يا الله، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عيدنا الاسم والجسم معود. خادمكم ما افتهمنا شيء. الله يحفظك. خادمكم أحمد الداوودي من محافظة بغداد، العمر 34. حياك الله. حياك الله. الله يحفظكم يا رب. عطروا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بأي ذنب دمي جرى والجسم مني فوق الثرى، بأي ذنب دمي جرى والجسم مني فوق الثرى، ما غسلوني أو كفنوني بل قطعوني في البيداء، بل قطعوني في البيداء. أنا وياك هذه الليلة خلي نعين سيد الشهداء يقرأ المصيبة. إي والله، مجلس للزهراء. يا الله يا الله. بأي ذنب دمي جرى والجسم مني فوق الثرى، بأي ذنب دمي جرى والجسم مني فوق الثرى، ما غسلوني أو كفنوني بل قطعوني في البيداء. أنا وياك، بأي ذنب دمي جرى والجسم مني فوق الثرى، ما غسلوني الله أو كفنوني بل قطعوني في أنا ريحانة محمد واقترن بالهادي اسمي، حيدر المغصوب أبويا وفاطمة المظلومة أمي. أنا ريحانة محمد واقترن بالهادي اسمي، حيدر المغصوب أبويا وفاطمة المظلومة أمي. اتوضت سيوف المناية بمنحري طهرني جسمي، توضت سيوف المناية بمنحري وطهرني جسمي، صرت محرابي شهادة وصلت رماحي على جسمي، وصيرت محرابي الشهادة وصلت رماحي على جسمي. ف
فسوف أروي مصيبتي والكون يبكي لحالتي فسوف أروي مصيبتي والكون يبكي لحالتي جسمي سليب شيبي خضيب جسمي سليب شيبي خضيب وذا لهيب في الأحشاء بأي ذنب بأي ذنب دمي جرى القصيدة للشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي الله 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 شلب داعها الله الله دي تعال خلي شبقك سحب أقسام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ملا أحسنت يا عزيزي أحسنت أحسن طيب الله أنفاسك دكتور عماد الزبيدي تفضل أحسنت ملا أحمد طيب الله أنفاسك طبعا ملا أحمد رادود ما يختلفون عليه اثنين الله يخليك وجاي يمتعنا بأداء وطريقته وهنا نحكي خلف الكواليس بالأسماء الله وأنا دول العصابة مع النسخة الأولى عصابة طبعا ومرتاح أنه العصابة ما جاي يعني قدامنا باوع على ماكو احد ماكو احد ماكو احد يعني هسه هاي احسن راحه بس هي احسن عصابه هي احسن عصابه بس احسن راحه هدوء شفت شلون مستمتعين ماكو اصوات النشاز من ناتجي من ورا وتشجع بي احسيت مله طيب الله انفاسك الله يسلمك حجي شكرا جزيلا ابو زكريا حياكم الله سيدنا شكرا جزيلا لك الله يبارك فيك ان شاء الله وشكرا لمله احمد الله يخليك الرائع الله يبارك بيك ربي يخليك بداية تحياتنا للملا باسم الكربلائي تحياتنا الكبيرة الكبير وتحياتنا للأستاذ جابر الكاظم الشاعر الأديب كذلك الذي كتب هذه القصيدة الرائعة طبعا هذه القصيدة حقيقة يعني ليست سهلة فيها الكثير من التصرف الصوتي في المستهل يعني أكو قرار وأكو جواب وكذلك الأبيات في طبقة عالية ومن ثم الرجوع إلى المقاصير والرجوع إلى منطقة القرار العميق ومن ثم أيضا الانتقال إلى منطقة الجواب مع الحفاظ على الإيقاع وتحتاج المقاطع إلى نفس طويل أحمد حقيقة هو صوت جميل وصوت قوي خامة صوتية رائعة يمتلك هذه الرخامة والجهارة في صوته وعنده مرونة صوتية يعني عنده تساعد على التلوين الصوتي وعلى التنقل ما بين درجات الصوت بهذه الانسيابية الجميلة أحمد أدى القصيدة حقيقة بأسلوبها وبجوها الرائع وحافظ على القفلات وعلى إيقاع القصيدة وكان مرتكز منذ بداية أداء المستهل ثم الدخول الأبيات ثم الرجوع إلى المقاصير وأضاف بعض التصرفات في بعض القفلات ولكن ضمن جو القصيدة ومن ضمن أسلوبها الأدائي كنت رائعا يا أحمد الله يبارك فيك شكرا جزيلا دكتور دغاغلة تفضل أستاذي مولاي شكرا لك وأحيي الملا أحمد كما أحيي صاحبي أصل العمل الملا باسم الكربلائي والشاعر جابر الكاظمي الله يحفظهم إن شاء الله طبعا كل عمل هو يتألف من كلمة ولحن وصوت وحسن أداء حسن الأداء هو الطرف الرابع وربما يضاف طرف خامس وهو الجمهور المتذوق لأيضا يشد الرادود ف بالنسبة إلى أصل القصيدة وأصل العمل هو من الأعمال الفاخرة جداً ومعروفة ومؤديها ملا باسم الكربلائي لكن الآن أنت حاولت يعني تحاذيه وحاولت تحاكيه وهاي المحاولة أنا برأيي محاولة جيدة يعني مرتكز الصوت وكل صفة جميلة موجودة إلا أنه شوي الحركات والإحساس اللي نشوفه اللي يعني إحنا عندنا خلفية عن أصل الموضوع ما نشوف الملا باسم شلون يؤديها نحتاج أنه نشوف عندك شدة وحركات أكثر بارك الله بك الله يخليك شكرا جزيلا أستاذنا حسام يسري حبيبي حسنين أحمد أديت طبعا هاي الأساتذة قالوا فيك شعر يعني كلام جميل
برضو اتفق معهم برضو في نفس النقطة. انت مش ناقصك حاجة غير شوية بس محتاج شوية اسمعك انت بأدائك، يعني محتاج شوية تزود الأداء، الأداء الحركي، الأداء الوجهي مع وشك مع الكلام. نستخدم المايك برضو ان نوطي، نعمل شوية اكسبريشن في القصيدة، نوطي صوتنا، نعلي صوتنا، ما يبقاش كله يعني صبة واحدة، فاهم زي ما بيقولوا، لا يبقى فيها شوية تنوع بس. انما غير كده انت ممتاز وأديت أداء هايل يعني حبيبي. شكرا جزيلا، حياك الله، شكرا لكم الله عزيزي، الله يبارك فيك. أديت قصيدة بأي ذنب دمي جرى للحاج باسم الكربلائي والشاعر جابر الكاظمي. أكيد ما يختلفون على اثنين، هو رحمة الله عليه الحاج حمد الصغير هو أساس المدرسة يعني. لابد للرادود أن يعرج ويرتكز على التراث، لأن اللي ما عنده أساس وتراث لا حاضر له.